بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسبق في اللقاء السابق الكلام على الأحاديث التي أوردها الإمام أبو داود رحمه الله في باب، قال باب في من يصل شعبان برمضان، وذكر فيه الحديث الذي تكلمنا عليه وهو حديث لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم. وقلنا أن هذا أيضا الحديث كما سبق أن الشيخين البخاري ومسلم رحمه الله أخرجاه كذلك، وأصحاب السنن جميعا يعني اتفق على إخراج الشيخان، وكذلك أصحاب السنن مع أبي داود، النسائي والترمذي وابن ماجة كذلك مع أبي داود، كلهم أخرجوا هذا الحديث في أبواب مختلفة، كل منهم أخرجه في باب، يعني ترجم له باب بترجمة له على ما أدى إليه اجتهاده. فأما البخاري رحمه الله فقد بوب عليه بقوله باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأتى بهذا الحديث ألفاظ متقاربة، ولكنه قال رحمه الله في لفظه، يعني لفظ البخاري رحمه الله هنا قال إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك اليوم، لكنه قال البخاري رحمه إلا أن يكون رجل يصوم صومه فليصم. وقلنا إنه إلا أن يكون رجل هذه كان تامة، يعني إلا أن يوجد رجل تام كان تامة، إلا أن يكون رجل هذه تامة وليست ناقصة، بمعنى يوجد، سبق الكلام على ذلك. هذا الباب أردفه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله بباب بعد ذلك في قوله باب في كراهية ذلك، في كراهية إيش؟ أن يصل، لأنه قال باب الذي قبل قال باب في من يصل شعبان برمضان، يصل شعبان يعني بصيام، يصل صيام رمضان بصيام في شعبان، وجاء أتى فيه بهذا الحديث الذي سبق الكلام عليه في اللقاء السابق، ولكنه بعد ذلك قال باب في كراهية ذلك، يعني في الباب الأول هل يجوز ذلك؟ قلنا هذا في القصة باب فيما يصل شعبان برمضان، يعني يقول الترجمة، معنى الترجمة هل يجوز ذلك، هل يجوز أن يصل صيام رمضان بصيام شعبان، يصوم في شعبان فيصل شعبان برمضان بصيام، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ فذكر في هذا الحديث، ومعناه أو مقتضاه أنه له أن يصوم في شعبان كله، لكن لا يجوز له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين لأجل الاحتياط، إذا كان ذلك لأجل الاحتياط لا يجوز هذا. لو قلنا أن الحكمة في هذا التي ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري، وقال أنها المعتمد بعد أن ذكر بضعة أقوال في بيان الحكمة في ذلك، قلنا أن الحكمة في ذلك أن صيام رمضان، أن الشارع أوجب صيام رمضان وجعل صيامه معلقا بالرؤية، وجعل صيامه معلقا بالرؤية، فمن صام أو من تقدم صيامه بيوم أو يومين فكأنه حاول الطعن في هذا الحكم، يعني كان مو مقتنع بالرؤية فقال أنا أصوم احتياطا لأن هذه الرؤية مشكوك فيها أو ما هي ثابتة أو فهو كأنه حاول الطعن في ذلك في هذا الحكم، أو هو وهو ربط الصيام بالرؤية وليس بالاحتياط، لذلك نهي أن يتقدم
أحد صوم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون رجل كما في الحديث إلا أن يوجد رجل يصوم صوما، يعني له عادة، له عادة أن يصوم ذلك اليوم فليصومه. هذا يستثنى، هذا ليس داخلا في التقدم، هذا ليس من التقدم في شيء أن هذا هو العادة، فهذا له أن يصوم. يعني رمضان مثلا يوم الثلاثاء مثلا 29 و30 اليوم الأخير كان يوم الاثنين يوم 29 مثلا، فمن عادته أن يصوم يوم الاثنين، فهذا له أن يصوم يوم الاثنين وإن كان باقي يوم أو يومين على رمضان، لهذا لا يعد من التقدم لأن هذا له عادة. وكذلك يلحق به القضاء والنذر، من عليه قضاء ومن عليه نذر أيضا ملحق بهذا أيضا، لأن هذا 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 مستثنى من الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط. فالشارع ربط الصيام بالرؤية، فلا مجال للتكلف، وهذا الاحتياط تكلف، بل إنه جعلوه بأنه كأنه محاولة للطعن في هذا الحكم، وهو حكم أن الصيام مرتبط بالرؤية، صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، فلذلك نهي عنه. ثم بعد ذلك جاء بهذا الباب باب في كراهية ذلك. ما هو المكروه؟ المكروه وهو أن يصل شعبان برمضان، كراهية ذلك الحكم السابق، وهو وصل شعبان برمضان في كراهية ذلك. ثم ذكر في الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم بارك في علم شيخنا وعمله وعمره وزده سدادا وإحسانا وتوفيقا. قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال أبو داود حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قلت هذا حديث كان يذكره عبد الرحمن بن مهدي من حديث العلاء، وروت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويصله برمضان، ولم يكن يصوم من السنة شهرا تاما غيره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير للمدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه، ثم قال اللهم إن هذا يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة. ويشبه أن يكون حديث العلاء أثبت على معنى كراهة صوم يوم الشك ليكون في ذلك اليوم مفطرا، أو يكون استحب إجمام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على الدعاء. هذا الحديث أولا من ناحية درجته ومن ناحية كلام الأئمة فيه اختلف فيه أئمة أهل الحديث اختلافا كثيرا في صحته، يعني هل هو صحيح أو ضعيف، فصححه جماعة وضعفه آخرون. صححه جماعة من الأئمة منهم ابن حبان رحمه الله، ورواه كذلك طبعا أصحاب السنن، وابن حبان في صحيح صححه وغيره كذلك صححه، لكن من الأئمة المشاهير كذلك من ضعفه وقال بأنه منكر هذا الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ممن ضعفه من أشهر أو من مشاهير من ضعفه من الأئمة الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي. فالإمام أحمد قال هذا حديث منكر، هذا حديث منكر، وأن ونقل أو روى عن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي أنه كان لا يحدث به وكان يتوقاه ولا يصححه. لا يصححه يعني معنى إيش؟ يعني يضعفه، يتوقاه ولا يحدث به، ثلاثة، لا يحدث به، يتوقاه ولا يصححه، ولم يحدثني به قال. وقال أحمد رحمه الله أيضا إن الإشكال أو الضعف إن جاء من من في الإسناد من العلاء
ابن عبد الرحمن. الإشكال أو الطعن أو الخلل في الإسناد هو من جهة العلاء ابن الرحمن. قال الإمام أحمد أن العلاء ثقة، يعني لذلك صحه، حتى نعرف أنه لماذا صحه، هو الذين صححوه باعتبار أن الإسناد في ليس في العلاء بن الرحمن هذا ليس ضعيفا. قال الإمام أحمد أنه ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا، يعني إحنا لما نقول، لأن نحن لما نقول أن هذا الحديث منكر، يعني المنكر من أنواع الضعيف، المنكر من أنواع الضعيف، فلما نقول بأنه حديث منكر وحديث ضعيف ليس هذا طعنا في العلاء بن عبد الرحمن، بل العلاء ثقة راوي الحديث أو من رواة الحديث الذي عرف به، اشتهر به العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هو ثقة لا ينكر من حديثه إلا هذا. وهذا يحصل أنه يكون الراوي ثقة لا ينكر من حديثه إلا حديثا أو حديثين، فهذا من هذا نحن لا نطعن في ثقته أنه ليس ثقة، ولكن ننكر من حديثه، لا ننكر من حديثه إلا هذا، لا ننكر من حديثه إلا هذا. وهو ضعفه من ناحية العلاء بن الرحمن من ناحية، والإنكار عليه من الأئمة مثل الإمام أحمد وعبد الرحمن ابن مهدي ومثل غيرهما، هذا أيضا فيه من ناحية المتن، من ناحية معنى الحديث أيضا، لأنه لما يأتي النهي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد ورد أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم الكلام عليه، أنه ما كان يصوم أكثر شهر، ما كان يستكمل شهرا، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله. وقلنا أنه معنى كله تطلق، يطلق يريد بها الأكثر والمعظم، الأكثر والمعظم، حتى لا يتعرض مع قولها رضي الله عنها أنه ما استكمل صيام شهر إلا رمضان. فمعنى ذلك أنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان قبل النصف وبعد النصف، أليس كذلك؟ لأنه مدام أنه كان يصومه كله أو يصومه جله، جل صوم رمضان، فمعنى ذلك أنه لا يصح هذا النهي. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا النهي، يدل على أن هذا النهي ليس ثابتا. وحتى الحديث السابق الذي تكلمنا عن أيضا، أو الذي ذكره الإمام رحمه الله قبل قليل، قلنا لا تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، يعني أن النهي متعلق بالتقدم بيوم يومين، وما عدا ذلك بقية الشهر يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، سواء قبل النصف أو بعد النصف. في يعني مفهوم الحديث واضح أن النهي إنما هو على التقدم بيوم، تقدم رمضان بصوم، عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين فقط، وأما ما عدا ذلك فمعنى أنه جائز. ولذلك، وهذا الحديث على كل حال هو من أحاديث الصحيحين، واتفق عليه أصحاب الكتب الستة جميعا، أصحاب السنن الأربعة مع الشيخين. فهذا حتى لو أنه ثبت، لو قلنا بثبوت حديث العلاء بن الرحمن، حديث العلاء بن الرحمن، لو قلنا أنه ثابت لأن بعض الأئمة صححوه، فإنه معارض بما هو أقوى منه. هذا الحديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا معارض بحديث أقوى منه وأصح، وهو الذي في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين. هذا واحد، هذا أحد الحديث الصحيح. الثاني أنه صلى الله، حديث عائشة رضي الله عنها، أنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر يصوم إيش؟ شهر شعبان، كان يصومه كله. وقلنا أن كل تقصد به معظمة، لأن الكل تطلق، يستعمل عند العرب على المعظم، على المعظم الشهر، يعني ما دام كأنه أصبح معظم الشهر كأنه كل الشهر، ما بقي إلا يومين أو ثلاثة أو بضعة أيام، لكن معظم الشهر يصومه. فهذا معارض بما هو أقوى منه، من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله. فعله صلى الله عليه وسلم معارض لهذا، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا معارض لهذا. فعند الجمع، إذا ما أمكن الجمع بين الحديثين، ولا عرف التاريخ حتى نعرف الناسخ من المنسوخ، فعند ذلك نلجأ إلى الترجيح. والترجيح الذي يترجح هو الحديث، الترجيح أو الصحيح هو ما في الصحيح، الصحيح هو ما في الصحيح، ما في الصحيحين. أشك أن حديثه الصحيحين أقوى وأرجح
من هذا الحديث الذي اختلف في تصحيحه. هذا حديث العلاء بن الرحمن حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مختلف في صحته بين الأئمة من مصحح ومضعف. أما حديث الصحيحين فهو أرجح وأقوى ولا خلاف فيه ولا شك في تقدم حديث. إذا تعارض حديث في الصحيحين مع حديث مثل هذا مثلا ليس في درجة الصحيحين فلا شك في تقديم حديث الحديث الذي في الصحيحين أن أصح وأرجح وأقوى ولا شك في ذلك. ومن ناحية لذلك فإن بعض الأئمة مثل الإمام الطحاوي رحمه الله أبو جعفر الطحاوي وكذلك الإمام البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي في سننه الكبرى والطحاوي في شرح معاني الآثار ضعفوا هذا الحديث من أين؟ من جانب آخر، قالوا بأن حديث الباب كما قلت لك حديث الباب يدل على ضعفه، الحديث الذي عندنا يدل على أنه ضعيف أو مرجوح، فلذلك ضعفوه من هذا الباب. يعني بغض النظر عن العلاء بن عبد الرحمن وما قيل فيه، أيضا قال الطحاوي رحمه الله وكذلك الإمام البيهقي قال بأن حديث الباب الذي عندنا يدل على ضعف هذا الحديث، يدل على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن. ومع ذلك فقد ذكر الحافظ رحمه الله في فتح الباري أن كثيرا من الشافعية قالوا بأن النهي عن صيام نص شعبان يبدأ من اليوم السادي عشر، يعني أخذوا بهذا الحديث، اعتمدوا على هذا الحديث حديث العلاء بن عبد الرحمن، وقالوا بأنه يبدأ النهي من اليوم السادس عشر. لكن جمهور أهل العلم كما نقله رحمه الله على أنه يجوز صوم شعبان قبل النصف وبعد النصف كل ما عدا اليوم واليومين، أن لا يتقدم بقصد الاحتياط غير إذا لم يكن له عادة وليس قضاء ولا نذرا، لا يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين للحديث الصحيح الصريح في ذلك. فجمهور أهل العلم على أنه يجوز صوم شعبان قبل النصف وبعد النصف، وضعفوا هذا الحديث، ضعفوا حديث العلاء بن الرحمن، ثم ذكر كلام الإمام أحمد وكلام ابن مهدي في تضعيفه وأنه منكر، وثم ثنى على ذلك بالنقل عن الطحاوي وعن البيهقي بأنهما ضعفا الإمام الطحاوي الحنفي رحمه الله والإمام البيهقي الشافعي رحمهما الله جميعا، كلاهما ضعف هذا الحديث بحديث الباب الذي عندنا، يعني قالوا بأن حديث الباب الذي عندنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين دال على ضعف حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وعلى كل إذا على تقدير صحته أنه ليس ضعيفا فيكون محمولا على من ليس له عادة، النهي إذا انتصف شعبان يعني شعبان إذا انتصف والشخص لا يصوم من أول الشهر جالس لا يصوم ويجي بعد انتظر فإذا انتصف شعبان فيصوم، لا هذا يعني على تقدير صحة الحديث يكون مقصود به من ليس له عادة، لأنه إذا صام قد يضعف في النصف الثاني أو لغير ذلك قد يعتريه، فيكون المقصود بالنهي عن الانتصاف عن 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 الصوم بعد انتصاف شعبان من ليس له عادة، وأما من له عادة فإنه يجوز. وحتى يعني هذا على تقدير صحته، هذا على تقدير صحته، وإلا فكونه منكرا عند كثير من الأئمة الحفاظ الذين يرجع إليهم في هذا، وكونه أيضا معارضا بحديث الباب وبفعله من قوله معارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله، ما يكفي هذا في الكلام على أنه لا يجوز الصوم قبل النصف وبعد النصف. نعم، وأيضا مما يتعلق بهذا كذلك أن في ألفاظه أيضا في قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذه رواية الإمام أبي داود صاحب المتن الذي يشرحه الإمام الخطابي هنا، وكذلك رواية الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه هذا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، لكن عند النسائي إذا انتصف شعبان فكفوا
إذا انتصف شعبان فكفوا. وعند الإمام الدارمي، الإمام الدارمي في سننه أيضا كذلك روى فأمسكوا كفوا عند النسائي، إذا انتصف شعبان فكفوا، إذا انتصف شعبان رواية أبي داود الترمذي فلا تصوموا، لكن عند النسائي فكفوا. وعند الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن صاحب السنن وتسمى المسند أيضا فأمسكوا. ابن القطان رحمه الله في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام قال بأن بين اللفظين فرقا، بين قوله فكفوا أو فأمسكوا وبين لفظ الترمذي فلا تصوموا، قال فرق. ما هو الفرق؟ الفرق بين قولي بين رواية النسائي ورواية الدارمي فكفوا أو فأمسكوا. قال هذا اللفظ الذي عند النسائي وعند الترمذي هذا مقصود به النهي من يتمادى في الصوم، الذي هو متمادي في الصوم مستمر يتمادى في الصوم، هذا نهي له عن أن يتمادى في الصوم. وأما لفظ الترمذي فلا تصوموا يعني فقط عن المتمادي في الصوم، نهي لمن كان صائما، نهي له عن أن يتمادى في الصوم، نهي لمن كان صائما أن يتمادى في الصوم يكف إذا انتصف شعبان. هذا على صحة الحديث، على تقدير صحته طبعا، الكلام كله على ما إذا كان صحيحا. وأما لفظ الترمذي رحمه الله ولفظ أبي داود فلا تصوموا فهذا نهي لمن كان صائما عن التمادي، ولمن كذلك لغير الصائم أن يصوم، نهي لغير الصائم أن يصوم بعد أن انتصف شعبان، ونهي كذلك لمن كان صائما نهي له عن أن يصوم بعد النصف من شعبان، فهذا لفظ أعم. لكن هذا كله الكلام كله فيما لو كان الحديث صحيحا وقد تبين ما فيه، وهذا هو يعني إن شاء الله هو الصواب والأرجح. يكفي أن في إسناده مقالا، هذه واحدة، العلاء بن الرحمن وما فيه، وحتى لو كان هو ثقة لكنه مدام أنكروا عليه هذا الحديث خلاص دخل في درجة الضعف، دخل في مرتبة الضعف أو نزل إلى مرتبة الضعف. ثم كونه معارضا بما صح بما هو أقوى منه من الأحاديث أيضا هذا كذلك، هذه علة ثانية في الحديث، علة ثانية في هذا الحديث حديث العلاء بن الرحمن أنه معارض بما هو أقوى منه مما صح ولم يختلف فيه وتلقته الأمة بالقبول، لأن أحاديث الصحيحين مما تلقته الأمة بالقبول، لكن هذا لم تتلقى هذا وغيره مما في معناه لم تتلقه الأمة بالقبول. فأحاديث الصحيحين لا شك أن الأمة تلقتها بالقبول، تلقت أحاديث الصحيحين إلا أحرفا يسيرة كما قال ابن الصلاح مستثنى، وهي التي ذكرها أو انتقدها حافظ عصره الدارقطني، وهذا فيه كلام يعني ليس هذا موضعه، لكن جملة ما في الصحيحين يعني 90% بل أكثر مما تلقته الأمة بالقبول. نعم، يعني هذا إذا في إحصائية، وإلا هو القاعدة العامة هي هذه. وأما ما انتقده الدارقطني الحافظ الدارقطني رحمه الله، بعدين من اللي انتقد الدارقطني؟ ما هو واحد ليس له الدارقطني حافظ عصره وانتقد أحاديث لم يقل بأنها ليست صحيحة، وإنما قال أو انتقاده وجه الانتقاد لما نسأل عن وجه انتقاد الدارقطني، وجه النقد هو أن أحاديث نزل فيها عن شرطيهما، لكن ما قال إنها ليست صحيحة، إنما خالف فيها شرط، خالف في هذه الأحاديث ما اشترطاه فنزل عن شرطهما. وفيه جواب، الجواب على انتقاد الدارقطني باختصار فيه جواب مجمل وجواب مفصل، كل ما ذكره الحافظ في مقدمة فتح الباري في هدي السائري وفي كتابه الآخر الخاص بذلك وهو تغليق التعليق. فجواب المجمل وهو أن تصحيح الشيخين معارض بنقد الدارقطني، ولا شك في تقدم الشيخين الإمام البخاري، تقدم لا شك في تقدمهما على من في عصرهما فضلا عن من بعدهما. الدارقطني بعد ال- 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 بعد الشيخين في القرن الرابع بعد الشيخين، فهما لا شك في تقدمهما في إمامتهما أيضا، في إمامتهما وتقدمهما على من في عصريهما فضلا عمن بعدهما، فضلا عمن بعدهما، فيكون تصحيحهما معارضا بنقده أو بطعنه فيقدم
تصحيح الشيخين. هذا الجواب المجمل. والجواب المفصل ذكرها الحافظ رحمه الله الأحاديث المتقدة واحدا واحدا، وأجاب عنها في مقدمة فتح الباري في هذه السيارة وفي تغليق التعليق. نعم. قال رحمه الله: ومن باب الشهادة على هلال شهر شوال. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز. يعني أنا أقصد أنه لا أحد، أنا الذي أقصد من هذا الكلام أن ننبه على أن من صام في قلبه هوى، ومن صاحب ومن في قلبه هوى ومغرض، المغرض يعني يهتبل أو ينتهز فرصة أن الدارقطني له انتقاد لأحاديث الشيخين، فيقوم يجعل نفسه في مرتبة الدارقطني ويعطي لنفسه الحق، يعطي لنفسه الحق في الطعن في أحاديث الصحيحين، وهو مزج البضاعة، بل لا علم له بتاتا بهذا العلم ولا بأدنى درجات الإحاطة بقواعده وعلومه. يعني بينه وبين الدارقطني مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، وبينه وبين السماء والأرض. ما تجعل نفسك في مرتبة الدارقطني. ومع ذلك فإن قلنا أن الدارقطني لم يقصد أن هذه الأحاديث ليست صحيحة، وإنما غاية ما فيها أنها ليست على شرطيهما، يعني الشرط الذي اشترطاه وهي في أعلى درجات الصحة نزل في هذه الأحاديث وهي قليلة، ما تصل إلى ولا 10% من أحاديث الصحيحين، عدد قليل جدا الذي انتقده عليهما رحمه الله، وهو إمام عصري وحافظ عصري، وليس تافها من التافهين ومن الجهلة الذين اتخذوا أو الذين جعلوا من الصحيحين ومن البخاري خاصة هدفا لهم، لأنه قبة الفلك. البخاري أشفي بالنسبة لعلم الحديث كأنه قبة الفلك، فيأتيك إلى أعلى شيء في هذا حتى يطعن فيه، حتى يظن أنه إذا طعن في هذا الأعلى معنى ما دونه ينهار، وهو مسكين لا يدل، يعني لا يعلم من الأمر شيئا، وأنه متخذ مطية لأعداء هذا الدين ولأعداء هذه السنة المطهرة، وهو شأنه كما قال كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. الوعل لما يجي يأتي يغتر بقرونه القوية فيضرب بها الصخرة، يظن أن الصخرة هذه ستتفتت من ضربة قرون عليها، ولكنه لا يعلم أنه الذي يتضرر هو، قرونه قد تنكسر في الغالب أو تتضرر على الأقل، أما الصخرة فلا يضر ولا شيء ولا يصيب ولا شيء. وهذا مثل من يجعل البخاري صحيح البخاري رحمه الله هدفا له من الجهلة والتافهين وأمثالهم وأضرابهم. نعم. قال رحمه الله: ومن باب الشهادة على هلال شهر شوال. ونحن هذه لما نقول جهل وتافهين، نحن هذا ليس حكما من عندنا، الجاهل هو الذي جعل نفسه جاهلا، والتافه هو الذي جعل نفسه تافها، التافه هو الذي جعل نفسه تافها، والجاهل هو الذي جعل، لأنه لم يتعلم بل تعالم وارتفع بمنزلته فوق مقامه ومنزلته فوق المقام الحقيقي الذي له، فهو الذي جعل نفسه في هذه أو استحق هذه الصفة بنفسه. نعم. قال أبو داود: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا سعد بن سليمان قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن أبي مالك الأشجعي قال حدثنا الحسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادته قال: فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب. ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني، وشهد هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأومى بيده إلى رجل قال الحسين، فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله منه. فقال: بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح متصل، الإسناد الذي سمعناه قال من سنن أبي داود رحمه الله، هو سكت عليه
سكت عليه، لم يذكر فيه شيئا. وقلنا أنه رحمه الله بين هذه المسألة، تكرر الكلام عليها، ولكن لأن الحاضرين يتغيرون دائما، ما هو ليس أو كثير منهم لم يحضر يمكن هذا الباب أو هذه المسألة. وهو أنه رحمه الله قال في رسالته في وصف سننه، في رسالة إلى أهل مكة في وصف سننه، قال أني ذكرت فيه في هذا الكتاب، يعني لما سألوه أن يصف لهم كتابه السنن، قال ذكرت فيه في ضمن كلام الله تكلمنا عنه في لقاء سابقة، قال ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، وبعضها أصح من بعض، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. صالح هل هو هذا؟ فيه الكلام كثير لأئمة الحديث بمقصوده من كلمة صالح، لكن المهم أنه سكت عنه فيكون في حسب كلامه أو حسب ما قال رحمه الله في وصف سننه في رسالته لأهل مكة، يكون صالحا للاحتجاج هذا الحديث لما دام سكت عليه. ولذلك سمعنا الآن التأكيد من الإمام الدارقطني، الحافظ الدارقطني أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني، حافظ عصري من القرن الرابع، صاحب السنن، كتاب السنن الدارقطني، قال الدارقطني رحمه الله في هذا إسناد صحيح متصل. فلذلك كان سكوت أبي داود عليه مطابقا لما بينه رحمه الله أو لما ذكره في رسالته هذه، أن ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. والصالح تشمل الحديث الصحيح لذاته ولغيره، وتشمل الصحيح الحسن لذاته وغيره، لأنه كله يصلح لإيش؟ يصلح الاحتجاج. الصالح صالح الاحتجاج، فيشمل الصحيح لذاته ولغيره، ويشمل الحسن لذاته وغيره، وكلاهما من نوع المقبول المحتج به، الصحيح والحسن. فصالح صالح الاحتجاج، وهذا تأكيد وهذا بيان لهذه الصلاحية التي أشار إليها أبو داود رحمه الله في رسالته. فقال الدارقطني هنا هذا إسناد، مو هنا يعني هنا في السنن، لا في سننه هو، في سنن الدارقطني معروفة، قال هذا إسناد صحيح متصل لما روى الحديث. نعم. طيب، هذا عقد هذا الباب للكلام على مسألة شهادة رجلين على رؤية هلال شوال. ثم بيّن الشارح الإمام الخطابي رحمه الله ما في هذا الحديث من فقه، لأن هذا الحديث فيه اللي هو عن حسين، الذي هو عن حسين ابن الحارث الجدلي، قال جديلة قيس، الجديلة القبيلة، الجديلة هي القبيلة، وجديلة قيس هذه من فروع قيس عيلان من الأزد. هذا كان إيش؟ قال أمير مكة خطب ثم قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤيا. ننسك يعني نتعبد، النسك العبادة، العبادة وكل حق لله تعالى، كل عبادة لله تعالى يطلق عليها النسك. ولذلك النسيكة، الذبيحة التي تذبح سواء كانت يعني أضحية أو عقيقة أو صدقة، هذه لما كانت عبادة لله عز وجل سميت نسيكة، يتنسك بها الذابح أو الناحر إذا كان نحرا فيتقرب بها إلى الله، فلذلك سميت نسيكة. والنسك العبادة، أن ننسك للرؤية، نتعبد، ننسك للرؤية نتعبد، يعني أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله، يعني نصوم للرؤية. فإن لم نره وشهد شاهدا عدل بشهادتهما، هذا هو موضع الشاهد، يعني هو الكلام هو على هلال شوال. الباب عقده على أنه هل يجوز أن يثبت شهر شوال يعني عيد الفطر برواية شاهدين أو شاهد واحد؟ فذكر الشارح رحمه الله أنه لا يعلم اختلافا، لا خلاف بين أهل العلم أن شهادة الرجلين العدلين في رؤية هلال شوال، لكن الخلاف يعني لم يختلف أهل العلم في أن الشاهدين العدلين يقبل ويأخذ بهما في هلال شوال، في إثبات هلال شوال، لكن الخلاف فيما إذا كان شهد رجل واحد شهادة رجل واحد هل يقبل وإلا لا يقبل. قال نقل عن أكثر العلماء، بل إن الإمام النووي رحمه الله نقل عن جميع العلماء ليس عن أكثر العلماء،
الإمام الخطابي هنا قال أن أكثر العلماء قالوا لا يقبل فيه أقل من شاهدين، لا يقبل في هلال شوال أقل من شاهدين عدلين، لكن الإمام النووي لم يكتفي بأن هذا قول أكثر العلماء، بل قال إن جميع العلماء يقولون بأنه لا يقبل أقل في يعني في هلال شوال أقل من شاهدين. نعم. وقد روي قال رحمه الله وقد روي عن عمر بن الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد في أضحى أو فطر، ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث، وزعم أن باب رؤية الهلال باب الأخبار فلا يجري مجرى الشهادات. يعني الذي جعل هذا القائل في هذا الأثر الذي هو عن عمر بن الخطاب أنه من طريق عبد الرحمن روي عن عمر أنه أجاز شهادة، بس هذا ليس بثابت، هذا روي، شوف لذلك قلنا هذا ذكره أيضا بصيغة التمريض، روي عن عمر رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى وفيه ضعف، لكن المقصود أن من أجاز شهادة رجل واحد في الأضحى وفي الفطر، لأن الحديث هذه القصة هذه التي عندنا هي في هلال الحجة ليست في هلال شوال، لكن الإمام أبا داود استدل بها على إثبات أو على أنه كذلك هلال شوال لا بد فيه من اثنين بهذه القصة التي وردت في هلال ذي الحجة قياسا عليه. المهم أن من قال بأن أو من أجاز شهادة رجل واحد في الأضحى والفطر في إثبات شهر شوال يعني اللي هو الفطر من رمضان، وفي شهادة الأضحى يعني في شهر ذي الحجة لأنه فيه الأضحى عيد الأضحى يوم العاشر، فمن أجاز شهادة واحد بخلاف ما تقدم من قول أكثر العلماء، بل عند النووي أنه جميع العلماء أن جميع العلماء لا يجيزون أقل من شاهدين عدلين، من قال بهذا من أجاز شهادة واحد قال أنه من باب الرؤية، أن باب رؤية الهلال هي باب إخبار ليس شهادة، وإن من باب رؤية الهلال ليس شهادة قال، بل هي من باب الإخبار، لأنه في عندنا إخبار وفي شهادة، الإخبار الخبر يخبر رواية، الإخبار من باب الرواية يقول أنا رأيت ها أو أخبرني فلان أنه رأى هلال شوال أو هلال ذي الحجة أو هلال رمضان أخبرني، فقال هذه من باب الرواية وليست من باب الشهادة، الرواية ما اشترط فيها العدد بخلاف الشهادة، وهذه مسألة الفروق بين الرواية والشهادة فيها كلام لأهل العلم وذكر له في بيان الفروق ممن ذكر ذلك الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق، ونقله عنه الإمام السيوطي في تدريب الراوي، فذكر فروقا كثيرة بين الرواية وبين يعني رواية الإخبار هو رواية، الإخبار هو رواية، في رواية وفي شهادة، الرؤية رؤية رمضان أو رؤية هلال رمضان أو رؤية هلال شوال هل هي من باب الرواية أو من باب الشهادة؟ من قال بأنها من باب الشهادة اشترط فيها الشاهدين العدلين، اشترط يعني العدد، أما هذا الذي قال بأنه اكتفى بها بواحد أو قبل بشهادة واحد فقال لأنها ليست من باب الشهادة، أخرجها من باب الشهادة، أخرج الرؤية رؤية الهلال رؤية هلال شوال وكذلك هلال ذي الحجة أخرجها من الشهادة، فلذلك قال بأنها من باب الإخبار رواية يعني، فالرواية لا يشترط فيها العدد، وهذه فروق يعني كثيرة بين الرواية وبين الشهادة، يعني مسألة الفرق بين الرواية والشهادة فيها ذكر العلماء فروقا كثيرة أوصلها القرافي ومما نقله عنه السيوطي رحمه الله إلى 21 فرقا، ممكن نقرأ بعضها تذكر لنا بعضها الفروق يعني هي كثيرة، وبعضها طبعا فيه مناقشة وفيه خلاف بين المذاهب، لكن جملة الفروق يعني مما يتضح به المقام لعلها. الفرق الأول قال رحمه الله قال الإمام السيوطي من الأمور المهمة تحرير الفرق بين الرواية والشهادة، وقد خاض فيه المتأخرون، وغاية ما فرقوا به الاختلاف في بعض الأحكام كاشتراط العدد وغيره، وذلك لا يوجب تخالفا في الحقيقة. قال القرافي أقمت مدة أطلب الفرق بينهما حتى ظفرت به بينهما يعني بين الرواية وبين الشهادة، بين الرواية والشهادة، الشهادة التي يقول فيها الرجل أشهد
أني رأيت الهلال. الرواية لا، يقول أخبرني فلان أو قال لفلان أو كذا، رواية مجرد يروي رواية، هذا معنى. وأما الشهادة يعني فيها لفظ الشهادة، وهذا أحد أبرز وأظهر الفروق بينهما، أنه يشترط في الشهادة لفظ الشهادة أشهد. يعني القاضي ما يقبل لما يروح القاضي يقول له يقول رأيت أخبرني أن أخبرني أخي ولا أخبرني أبي ولا أخبرني فلان بأنه رأى الهلال أو أني رأيت، ما يقبل من القاضي، لابد أن يذكر بلفظ الشهادة. هذا باعتبار أن رؤية الهلال شهادة داخلة في الشهادة وليست رواية على ما هو على ما عليه الأكثرون. نعم. قال رحمه الله: وأنا أذكر منها ما تيسر. الأول يعني ما يعني من الفروق بين الرواية والشهادة، نذكر ما تيسر ونحن نقرأ ما تيسر أيضا، ليست كل الفروق. نعم. الأول العدد لا يشترط في العدد الرواية. يعني الفرق بينهما العدد، يشترط في أحدهما العدد وهو الشهادة، في الرواية لا يشترط. نعم أكمل. العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة. الثاني أنه قد ينفرد بالحديث راو واحد، فلو لم يقبل لفات على أهل الإسلام تلك المصلحة بخلاف فوت حق واحد على شخص واحد. نعم. الثالث الفرق لا تشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادة في بعض المواضع. الرواية ما يشترط فيها الذكورية، ما يشترط يكون ذكر، أما الشهادة نعم. الرابع لا تشترط الحرية فيها بخلاف الشهادة مطلقا. الخامس لا يشترط فيها البلوغ في قول. السادس تقبل شهادة في المبتدئ في قول أحد، يعني القول ليس متفقا عليه. نعم في قول لا تشترط. أيه. الخامس تقبل شهادة المبتدع إلا الخطابية ولو كان داعية. السادس تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. التائب من الكذب، هذه مسألة في علوم الحديث. التائب من الكذب، التائب من الكذب يعني واحد كذب في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب، ثم تاب، في الرواية تقبل روايته إذا تاب. التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تاب تقبل روايته، لكن في الشهادة تقبل شهادة التائب من الكذب دون روايته. تقبل شهادته دون روايته، الذي كذب ثبت عنه أو ثبت عنه كذب في حديث النبي ولو في حديث واحد يرد حديثه كله، الذي ثبت عنه كذب في حديث ولو حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن حديثه يرد كله، كل حديث يرد، كله ينهار، يسقط حديثه كله لو كذب في حديث واحد. هذا في إيش؟ في الرواية، هذا احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الشهادة تقبل إذا تاب كذب، لكنه تاب من كذبه وجاء شهد عند القاضي برؤية الهلال أو بإيش أي شهادة أخرى، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. لكن في الرواية لا، إذا كذب في حديث ولو حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يرد حديثه كله. هذا هو الحكم الصحيح والراجح عند علماء الحديث، يرد حديث احتياطا. ليش؟ احتياطا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأديب أيضا، عملية تربوية تأديبية حتى لا يتجرأ، فيها أيضا جانب تأديبي تربوي، يعني حتى لا يجترئ أحد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توعد عليه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أعاذ الله من النار. أما الشهادة هذا هو تاب، حتى بعد توبة لا تقبل روايته، حتى بعد توبة التائب من الكذب، التائب من الكذب حتى بعد توبته لا تقبل روايته، يرد حديثه كله، ما ينفع، خلاص توبة ما تنفع في الحديث في الرواية. لكن في الشهادة، شهادة إذا تاب كذب ثم تاب فاختلف الحكم، يقبل شهادته. نعم. الثامن لا تقبل شهادة من جرت شهادته إلى نفسه نفعا أو دفعت عنه. إذا واحد شهد لنفسه، شهد بشيء له فيه نفع، فيه له مصلحة، ما تقبل أيضا شهادته، لكن في الرواية. وتقبل ممن روى ذلك. ما روى ذلك في نعم تقبل، لكن إذا شهد بشيء فيه المنفع في مصلحة، يعني هذا صاحب هوا يصير فيه له مزاج، له هوا فيه، له مصلحة في هذا، فترد شهادته لأنه له فيه مصلحة، ما هو محايد، يعني ليس محايدا وليس نزيها كما يقولون. لما يشهد بشيء بأمر له فيه مصلحة فهذا ترد شهادته لأنه ليس متصفا بالنزاهة، ليس نزيها وليس محايدا، بغي يجر لمصلحة لنفسه فترد شهادته. نعم. العاشر والحادي عشر والثاني عشر
الشهادة إنما تصح بدعوى سابقة وطلب بها وعند الحاكم بخلاف الرواية في الكل. الرواية ما يحتاج لذلك، الشهادة تحتاج إلى طلب وتحتاج إلى شهادة عند الحاكم وتحتاج، لكن الرواية ما يحتاج شيء هذا، مجرد إذا روى بدون طلب حتى لو يطلب منه، وما يحتاج إلى أن يشهد بها عند الحاكم، يروي عند الحاكم، الرواية ما تحتاج إلى هذا، الشهادة تحتاج. طيب هذا على كل حال، هذه أظهر الفروق، فروق كثيرة قلنا ذكرها، أوصلها إلى 21 فرقا، إلى 21 فرق يفرق بين الرواية والشهادة. فمن أجاز الذي ذكر هنا في الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه الذاكر هذا الذي أبهمه لم يذكره، قال أجاز شهادة رجل واحد في أضحى وفطر، والسبب الذي خلاه الذي جعله يجيز شهادة واحد في أضحى وفطر بخلاف قول أكثر أو جميع العلماء كما نقل النووي، قال جميع العلماء يقولون بأنه لا يقبل أقل من شاهدين، واحد ما يقبل. الذي حمل هذا القائل على هذه الإجازة قال لأن لا الشهادة أن رؤية الهلال أو الشهادة على رؤية الهلال ليست من باب الرواية، ليست من باب الشهادة، ليست من باب الشهادة، بل هي من باب الرواية، وباب الرواية لا يشترط فيه العدد، العدد إنما يشترط في الشهادة، لكن هذه ليست من باب الشهادة وإنما من باب الرواية. الرد عليه نقول أنه لو كان كلامه هذا القائل لو كان كلامه صحيحا لما كان لزاما على الشاهد عندما يشهد عند القاضي برؤية الهلال، لما كان يلزم بقوله شهدت، ما يقبل القاضي منه الرواية، يقبل منه لازم أن لا بد أن يعني يتلفظ بلفظ الشهادة، يقول شهدت عند القاضي. لو كانت من قبل الرواية ما ملزم بذلك، والذي الحق والواقع أنه يلزم بلفظ الشهادة، الشاهد على رؤية الهلال يلزم بلفظ الشهادة، فهو من باب الشهادة وليس من باب الرواية بعكسه بخلاف ما قاله هذا القائل. نعم. قلت لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال. أيوة، لو كان إخبار كما يقول هذا القائل كان يجوز أنه يقول أخبرني فلان عن غيره، لكنه ليش؟ نعم أكمل. قلت لو كان ذلك من باب الإخبار لجاز فيه أن يقول أخبرني فلان أنه رأى الهلال، فلما لم يجز ذلك على الحكاية عن غيره علم أنه ليس من باب الإخبار، والدليل على صحة ذلك أنه يقول أشهد أني رأيت الهلال كما يقول ذلك في سائر الشهادات. لابد أن يقول أشهد أني رأيت الهلال، لابد أن يقول، إذا لم يأتي بهذا اللفظ ما تقبل، فهذا ما دليل صريح على أن هذه الرؤية أو رؤية الهلال هي من باب إيش؟ من باب الشهادة وليست من باب الرواية أو الإخبار، لا من باب الشهادة، فهذا ما يصلح. لذلك هذا القول من هذا القائل لا يصح، لأن المستند الذي استند عليه ليس بصحيح. قال رحمه الله ولكن بعض الفقهاء ذهب في أن رؤية هلال رمضان خصوصا من باب الأخبار، يعني هذا استثناء بعض الفقهاء، وذلك لأن الواحد العدل فيه كاف عند جماعة من العلماء، واحتج بخبر ابن عمر أنه قال أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فأمر الناس بالصيام. ومن ذهب إلى هذا الوجه أجاز فيه المرأة والعبد، وهو الذي المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز فيه رواية المرأة، هذا كما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه في المغني أنه إذا شهدت مرأة بهلال رمضان فقياس المذهب أنه يقبل قولها كذلك، قياس المذهب كما نقله إمام ابن قدامة رحمه الله، قياس المذهب يعني مذهب الإمام أحمد أنه يقبل قوله، لكن عند الشافعي عند الإمام الشافعي لا يقبل، تقبل شهادة المرأة في هلال رؤية الهلال، وعند أبي حنيفة رحمه الله يجيز شهادة في كما قال هنا في هلال رمضان، في هلال رمضان يجيز رواية العبد والمرأة، أما في هلال شوال فإنه رحمه الله يقول لا بد من شاهدين أو رجل وامرأتين. المهم أن المقصود أن من ذهب إلى هذا الوجه، الذي ذهب إلى هذا الوجه هو الإمام أحمد، يعني قال الذي ذهب إلى هذا الوجه، ما هو هذا الوجه؟ هذا الوجه وهو أن رؤية هلال رمضان خصوصا هي من باب الإخبار، ولذلك قبل فيه بشاهد إيش؟
كم؟ واحد، شهد بشاهد واحد، وهو عند الإمام أحمد وعند الشافعي كذلك، وعند الإمام الشافعي رحمه الله أيضا، لكن الإمام أحمد يجيز رواية شهادة، يجيز شهادة العبد والمرأة في رؤية إيش؟ هلال رمضان، بخلاف الشافعي، بخلاف الإمام الشافعي فلا يجيز رواية المرأة في رؤية هلال في رؤية هلال رمضان. أبو حنيفة رحمه الله يقول كذلك مثل الإمام أحمد بجواز أو يقبل شهادة المرأة وشهادة العبد في رواية في رؤية إيش؟ في رؤية هلال رمضان. في رؤية هلال شوال لا، يقول لا بد من شاهدين، ها، أو شاهد وامرأتين، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال أبو داود، قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السبق. أما الإمام مالك، قبل ما ندخل الباب الذي بعده، الإمام مالك رحمه الله يقول بأنه لا يجوز أو لا تقبل أقل، لا يقبل شهادة أقل من شاهدين عدلين، لا في رمضان وفي شوال، في هلال شوال وفي هلال رمضان كذلك. يعني يختلف عن الأئمة، عن بقية الأئمة، بأنه يشترط الإمام مالك يشترط شاهدين عدلين في كلا الرؤيتين. مالك رحمه الله إمام دار الهجرة رحمه الله يشترط أو لا يقبل في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال كذلك أقل من شاهدين عدلين، سواء في رؤية هلال رمضان أو في رؤية هلال شوال، هذا عند مالك رحمه الله، أقل من شاهدين غير مقبول، لا يقبل أقل من شاهدين عدلين، بخلاف غيره كما قلنا، بخلاف ما ذهب إليه أحمد والشافعي رحمه الله وقبلهما أبو حنيفة، قبلهما في المدة الزمنية، قلنا هذا مرارا تكرارا لما نذكر الترتيب للأئمة، المقصود به الترتيب الزمني، الترتيب الزمني، أقدم المذاهب أبو حنيفة، ثم بعده مالك، ثم بعده الشافعي، ثم بعده أحمد، هذا ترتيب زمني لا علاقة له بشيء آخر، بأي شيء آخر. نعم، ترتيب الزمني تاريخي، يعني تاريخي. قال أبو داود حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، وأنا لحديثه أتقن، قال حدثنا مروان وهو ابن محمد عن عبد الله بن وهب عن يحيى، عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن أبي بكر، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قلت: فيه بيان أن شهادة الواحد العدل في رؤية هلال شهر رمضان مقبولة، وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو قول أحمد بن حنبل. أيوة، يعني أحد قول الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله له مذهبان، أو يعني مذهب قديم لما كان في بغداد، ثم لما انتقل رحمه الله إلى مصر صار له مذهب آخر، ولذلك يقولون دائما قال الشافعي في القديم، قال في الجديد، في مذهب قديم وفي مذهب جديد. المذهب القديم لما كان في بغداد رحمه الله كان له يعني مذهب، بمعنى أنه كان يفتي في مسائل خالفها أو غير فتوى بحسب تغير اجتهاده رحمه الله لما ذهب إلى مصر. فالمذهب الجديد في مصر، وهذا يحتاج إلى خبرة، لذلك فقهاء المذهب يعرفون يفرقون بين قولي الشافعي، القول القديم والقول الجديد، ما هو المعتمد في المذهب، يحتاج إلى خبرة بهذه المسألة من أصحاب المذهب. لكن المقصود أن لذلك قال إيش؟ قاله الشافعي أو ذهب إلى الشافعي في أحد قوليه، في أحد قوليه، يعني القديم أو الجديد، القديم أو الجديد، قوليه يعني القول القديم، في قول قديم وفي قول جديد. القديم موسوخ، يعني في حكم المنسوخ، لأنه غيره أو أفتى بغيره لما ذهب إلى مصر، فصار المذهب الجديد الذي يسمى، قال في، لذلك يقولون قال في الجديد وقال في القديم كذا وقال في الجديد كذا، ولهم كلام في هذه المسألة، كلام يعني تفريعات وقضايا كثيرة تتعلق بمسألة القديم والجديد عند الإمام الشافعي، ليس هذا موضع لبيانها الآن. قال رحمه الله: وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد وإن كان عبدا، وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة، ولا يجيزان المرأة، يعني أيضا كذلك قد تكون حرة وقد تكون أمة أيضا مثل الرجل، الرجل الشاهد قد يكون حرا وقد يكون عبدا،
فعند أبي أحمد وعند الشافعي في أحد قولي كما سمعتم. الرجل طبعا الإمام الخطابي شافعي المذهب، ولذلك هو حجة في هذا لأنه يعني في أحد قوليه وإن كان لم يبين. المهم أن يعني لم يطلق ما قال في أحد قولي. وكذلك الإمام ابن قدامة في المغني أيضا يذكر هذا، كما يذكر الرواية عن الإمام أحمد، كما يذكر الروايات المتعددة عندما تقع في 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 مذهب الإمام أحمد. كذلك يذكر عن الشافعي أنه في أحد قولي أو في القديم، يذكر كذلك في كثير من المواضع الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الشهير المغني. فالمهم نعم أكمل. قال رحمه الله: وكان أبو حنيفة وأبو يوسف يجيزان على هلال شهر رمضان شهادة الرجل الواحد العدل وإن كان عبدا. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة، أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحبه وتلميذه. نعم هذا يجيزان. وكذلك المرأة الواحدة وإن كانت أمة، المرأة الواحدة وإن كانت أمة أيضا يجوز ويقبل شهادتها عند أبي يوسف، عند أبي حنيفة وصاحبه أبو يوسف. في محمد بن الحسن الصاحب الثاني، محمد بن الحسن لم يقل بهذا على ما يبدو، لأن هذا نقله عن أبي حنيفة وعن صاحبه أبي يوسف هو يعقوب ابن إبراهيم، ولم يذكر محمد بن الحسن، فلعل يبدو أنه لم يوافق على هذا، لم يوافق الإمام أبا حنيفة ولا صاحبه على هذا، يحتاج إلى بحث في هذا الموضوع أيضا. المهم أنه نقله عن أبي حنيفة وصاحبه أنه يجيزان أيضا شهادة المرأة حتى وإن كانت أمة. أما عند الشافعي فقلنا لا، في أحد قوله لا يقبل، أحد قوله هو المشهور أنه لا يقبل شهادة المرأة سواء حتى لو كانت حرة، عند الشافعي حتى لو كانت حرة مطلقا، يعني سواء كانت حرة أو أمة فإنها لا تقبل شهادته في رؤية الهلال، في رؤية الهلال، بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة وما ذهب إليه أحمد كذلك من قبول، وإن لم ينص عليها الإمام أحمد، لكن قال ابن قدامة أن قياس المذهب قبول قولها. المرأة إذا شهدت بأنها رأت هلال شوال أو رأت هلال رمضان، ما في نص عن الإمام أحمد في ذلك، لكن قال ابن قدامة أن قياس المذهب قبول قولها أيضا، يعني تخريجا على رواية. نعم قياسه المذهب خرج على ما روي عن الإمام أحمد في المسألة، فخرج عليه أن قياس المذهب يقتضي قبول رأيها، قبول شهادتها أيضا. فهذا هو المشهور، المشهور عند الحنابلة هذا أنه تقبل شهادتها حتى المرأة تقبل كذلك، والعبد أيضا يقبل كذلك. العدل إذا كانت مرأة زي مثل مشترط فيها مثل الرجل، ما هي أي مرأة، إذا كانت امرأة مستقيمة الدين مثل الرجل، ما هو أي مرأة تقبل شهادته مثل الرجل، الرجل يقبل أي رجل يقبل شهادته ولا يردها القاضي، إذا لم يكن عدلا ردها القاضي، إذا لم يكن عدلا ولو شهد عند القاضي بأنه رأى الهلال فإن القاضي لا يقبل شهادته إلا أن يكون عدلا شاهد عدل، أما شاهد زور أو شاهد، ما عندنا شهود زور في الحمد لله في هلال رمضان ولا في هلال شوال، عندنا شهود عدول، القضاة في المحاكم لا يقبلون إلا الشهود العدول، القاضي لا يقبل شهادة إلا يزكى عنده، هذا عدل ولا ما هو عدل، يحتاج إلى يزكيه، لأن القاضي لا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، حتى لو عرف أن هذا ثقة وعدل ما يحكم بعلمه، لابد أن يزكى عند القاضي هذا الشاهد. فالمرأة كذلك أيضا إذا أردنا أن نأخذ شهادتها أو نقبل شهادتها لابد أن تكون متصفة بالعدالة أيضا مثل الرجل تماما، والعبد كذلك أيضا، العبد الذي ليس حرا أيضا تقبل شهادته، لكن لابد أن يكون متصفا بصفات العدالة. وفي هذا القدر كفاية هذا اليوم، فأسأل الرحمن الرحيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا جميعا من المذكورين بلسان الصدق في الآخرين، ومن ورثة جنة النعيم، وأن يغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين، وأن يرزقهم العمل الصالح والفقه في الدين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.